أسعد الله أوقاتكم متابعينا بكل خير، وأهلا وسهلا فيكم بهذا الفيديو على قناتنا أوتوسكان. اليوم من خلال هذا الفيديو راح نشرح قراءة البيانات الخاصة بالإيموبولايزر الخاص بسيارات البي أم دبليو، بما يسمى الإيمو بوكس أو الكاس أو صندوق الخاص بالإيموبولايزر لمجموعة السيارات البي أم دبليو. اليوم متواجد عندنا للسيارة بي أم دبليو الإيمو بوكس كاس 2. هذه الطريقة لمجموعة السيارات البي أم دبليو كيفية القراءة عن طريق جهاز الفيفيد أي بروج وعن طريق جهاز الفيفيد اي بلس لمجموعة الاكس هورس. بما احنا لاحظين الان حنقوم احنا بشبك الكوابل بناء على الصورة المتواجدة عندنا في مجموعة الاسلاك التابعة للخريطة اللي بتظهر عندي على الجهاز. الجهاز بديلك اللي هو رسمة، هذه الرسمة اللي هي الخريطة الاسلاك اللي حتم توصيلها على الكاس اللي هو على الايمو بوكس. بناء على الصورة انت بتقوم بلحام الاطراف على الايمو بوكس. طبعا يا شباب بامكانك الاستغناء عن عملية اللحام على الادابتورات دايركت بدون ما انت بتقوم بعملية اللحام. حنشوف مع بعض الان الصورة اللي بتصدر فيها عملية توصيل الكوابل والاسلاك على الكاس. خليكم معنا مع بعض لاخر الفيديو لحتى نشوف احنا طريقة اللحام وكيفية توصيل الاسلاك على الكاس. مثل ما لاحظين عندنا هذه الصورة اللي هي عند الحامي والبارد وخطوط التواصل. حنشبكهم بما هو بالتفصيل على الصورة المخطط اللي ظاهر عندي على الجهاز. نركز مع بعض على عملية اللحام وطريقة شبك الأسلاك. طبعا انت بامكانك الاستغناء عن طريقة الشبك عن طريق اللحام والمكوى اللحام من عن طريق ادابتور. بامكانك الادابتور شبكه دايركت على الكاس ومن ثم عملية القراءة عن طريق المبرمجة اللي انت بتستخدمها سواء الفيفيد اي بروج او الفيفيد اي بلاس حسب انت المبرمجة اللي بتقوم انت باستخدامها. في مبرمجات كثيرة في عالمنا في عالم المفاتيح، لكن احنا يفضل استخدام مبرمجة الفيفيد اي بروج لعملية اللحام. في ايضا مبرمجة الاوتل وقارئات الابرام الخاصة بجهاز الاوتل مثل جهاز الاوتل 608 و508 الخاص بقراءة الادابتورات، لكن هذا بما انه المعالج اللي عندنا مايكرو بروسيسور اللي هو معالج، فانا بضطر لشبك الاسلاك مثل ما هو ظاهر عندي بالصورة. هذه لعملية شبك الاسلاك مثل ما كان ظاهر عندي في المخطط اللي ظاهر عندي على الجهاز. الان حنشوف المقارنة بين التوصيلات على الجهاز الكمبيوتر وعلى جهاز الفيفيد اي بلس. طبعا هذا المخطط بيكون ظاهر عندي على الجهاز، عندنا الاسلاك اللون الاصفر والاحمر والاسود المخطوط الحامي والبارد خطوط التوصيل كلهم بتم شبكهم. هذا عندي نفس المخطط على جهاز الفيفيد اي بلس، نفس الاسلاك بقوم انا بتوصيلها على الكاس على الايمو بوكس. هذه هي الخطوة الثانية، ان اقوم انا بشبك المخطط على الكاس على صندوق الايمو بوكس الخاص في الايمو بلايزر. هذه العملية نقل البيانات الخاصة بالايمو بوكس، يعني عندي حدث مشكلة في الايمو بوكس او دكم انا بقراءته لعملية برمجة مفتاح جديد. انا هستخدم الان برمجة الفيفيد اي بروج لقراءة البيانات الخاصة بالكاس بالايمو بوكس. مثل ما نظن قمت انا بشبك الاسلاك مما كان ظاهر عندي على المخطط. بفتح انا البرنامج بحدد اللي هو رقم المعالج اللي اقوم بقراءته الايمو بوكس كاس 2. تم عندي عملية القراءة مثل ما لاحظين. الآن بحفظ الملف، بإمكانك حفظ الملف باسم جديد أو الملف القديم حسب نوع السيارة، أو أنت حابب تحفظ الملف باسم المركبة أو رقم الشاصي الخاص بالسيارة حسب أنت راغب، وتحفظ هذا الملف عندك على سطح المكتب بحيث لو أنك تقوم بعمل مفتاح جديد للكاس الإيموبولايزر أو لاستبدال البيانات من كاس قديم إلى كاس جديد لعملية نقل البيانات. هذا بالتفصيل عن كيفية قراءة الإيمو بوكس الخاص بمجموعة السيارات البي أم دبليو. لمزيد من التفاصيل عن مجموعة الكورسات المقدمة في مجال برمجة السيارات حنضع لكم رابط الواتساب في الوصف أسفل الفيديو. بإمكانك التواصل معنا، حكون أنا معكم إن شاء الله المهندس علي من مركز أوتوسكان للتدريب على مجال برمجة السيارات الحديثة وبرمجة المفاتيح. مثل ما نعطينا إن هنيك تم قراءة الملف، هو هذا كان المطلوب لعملية قراءة الملف. بإمكانك حفظ الملف أو استبدال الملف للوصول لعملية البرمجة الخاصة بمجموع السيارات البي أم دبليو.